This meeting is being recorded. The recording has stopped. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مادة تطبيقات أنظمة الويب الكبيرة. ما زلنا في الوحدة الرابعة والتي تتحدث عن موضوع التستينج. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن اليونت تيستينج وإيش علاقتها مع الـ MVC Application. حكينا إنه إحنا بنعمل تو أبليكيشن، أبليكيشن الطبيعي اللي إحنا بنستخدمه بالإضافة إلى تيستينج بروجكت، وبيتم الربط ما بينهم لتنفيذ عمليات التيستينج. اللي بين ايدينا المثال اللي بين ايدينا اللي هي في عند البرودكت، بتقوم بعملية اضافة للبرودكت وبعد هيك بتعمل فاليديشن للبرودكت اللي تم اضافتها، نشوفها مع بعض خطوة بخطوة. اليونت تيستينج الميزة من انشاء مشروعين هي عمليات الفصل ما بين اليونت تيستينج ما بين الابلكيشن العادي، وحيسهل علينا عملية الديبلويمنت لاحقا، انه بعديك اعمل ديبلويمنت فقط للابلكيشن العادي واليونت تيستينج فقط اثناء عملية الديبلوبمنت. وحكينا الاركيتكتشر الخاصة بالـ MVC هو اوريدي ديزايند بشكل ايسوليتد بحيث يسهل علينا عمليات التستينج. نتأكد لما نعمل بروجكت خاص باليونت تيستينج، نتأكد انه من نوع X unit test project.net core، وبعد هيك نقوم بعمليات creation للريفرنس ما بين البروجكت بالإضافة إلى testing project. الآن هنبدأ في writing و running unit testing program. حكينا التالي، ال unit testing program بيتكون أول شيء عشان أعمل testing class بدي أكتب الكلمة السابقة اللي هي test اللي هي fact، وال unit test class طبعا إحنا الآن في project تاني اسمه working with visual studio test، project آخر، وهذا البروجكت بيعمل تيستينج لبروجكت اخر شو اسمه Working with Visual Studio. الان التست كلاس مكوناته بنبدا في الانوتيشن الخاصه به اللي هي فاكت،
وبعدين في عندي arcs و act واللي هي الassert. حنشوف هاد مكوناتها وإيش معنى كل واحدة منهم. طبعا في البداية بكون عامل reference لليونت x unit اللي هي namespace الخاص بعمليات التستنج. إذا عشان أعمل class أنا بحاجة أكتب أعمل reference. أبدأ بتعريف fact ثم أعمل a هنشوفها مع بعض شو مكوناتها هذه كيف عمليات المقارنة ما بينها. الآن إحنا عندنا في الكلاس اللي بين إيدينا إحنا عاملين تو تيست. التيست الأول اللي هو تيست للنيم والثاني تيست للبرايس، بمعنى إنه كل بروبرتي ممكن أعملها تيست أو كل كلاس ممكن أعملها تيست أو أكثر. وكل منها بتبدأ بفاكت ثم المكونات الأساسية الرينج والاكت والاسيرت. الرينج اللي هي الداتا المدخلة والاكت هي القيمة المتغيرة. بعدين الاسيرت اللي هي مقارنة اللي هي الداتا المدخلة الحقيقية مقارنة مع الداتا اللي انا بعمل تيستينج. بعمل ماتشنج ما بين الانبوت وما بين اكسبكتد اوتبوت بعلاقة معينة وبناء عليه بظهر اكسبشن معين. الآن there are two unit tests للكلاس product test class. كل منها له different behavior of product model class from working with Visual Studio project. Test project can contain many classes بيحتوي على أكثر من class. كل منها بيحتوي على many unit tests، بمعنى إنه أنا لو كان في عندي product class أنا ممكن أعمل منه مجموعة من الكلاسز اللي خاصة بالتستنج. تستنج واحد، اثنين، تستنج ثلاثة. الكلاس الواحد في البروجكت الحقيقي يقابله على الأقل كلاس واحد أو أكثر من كلاس، وكل منها مرتبطة مع الكلاس اللي أنا بدي أعمله تستنج. في داخله الميثودز اللي أنا بدي أستخدمها كذلك ممكن تتعدد. يعني مثال بين إيدينا الكلاس اللي انا بعمله الان تو تيستينج لتو بروبيريتي. في عندي انا النيم عملته تيستينج بهذا الشكل، ممكن التيستينج للنيم يكون عندي كلاس او اكثر. كذلك عملت البرايس تيست بهذا الشكل، ممكن اضيف مجموعه اخرى من التيستينج. اذا احنا اللي فهمناه انه مقابل الكلاس الواحد في برودكت قابلناه بكم تو ميثود خاصه بالكلاس الواحد، ممكن ازود حسب الحاجة اللي أنا بدي إياها. إذا القاعدة الأولى لكل كلاس في Real Project ما يقابله كلاس في Test Project أو أكثر. في داخل الكلاس بيحتوي على أكثر من يونت تيست لفحص البيهيفيرز أو لفحص مكونات محددة في Test Class. النيم طبعا احنا استخدمنا بشكل مفهوم، انا قلنا احنا البرودكت كلاس، لذلك انا عملت كلاس باسم اللي هي برودكت تيست عشان افهم انه البرودكت تيست عبارة عن كلاس خاص لتستنج لبرودكت كلاس. اذا انا لو بروح على البروجكت الاصلي عشان اسهل عملية الربط وعملية الفهم ما بين التست بروجكت وما بين الريال بروجكت، فقط كتبت اسم نفس الكلاس في البروجكت العادي وكتبنا كلاس دوت تيست في البروجكت الخاص بالتستنج. يعني المفروض اروح انا الان اكتب التالي، انا في عندي تيست بروجكت وفي عندي real project. خلينا نعملها في الجدول.
هنا في عندي وليكن عندي التالي، في عندي مثلا برودكت، ما يقابله اللي هي نقول عنه مثلا اللي هي برودكت تيست. لو كان عندي كذلك كلاس ثاني خاص مثلا وليكن وليكن عندي هذا ما يقابل الكلاس الأول، لو كان عندي في كلاس ثاني وليكن يكون عندي كلاس خاص ب student بدنا نكتب كلاس ثاني في البروجكت ثاني باسم student test وهكذا. إذا أنا عشان يكون عندي naming function naming convention أنا بروح أكتب التالي. هاي في عندي أنا خلينا نسميه هذا مثلا real brg وهذا test brg عشان أسهل عمليات الفهم. أنا كتبنا في real project في عندي مجموعة من الكلاسز، فيما يقابلها في التست بروجكت أنشأنا مجموعة من الكلاسز بنفس الاسم بس بالإضافة إنه ضفت عليها كلمة تيست عشان أفهم إنه برودكت مقابل برودكت تيست، ستودنت تيست مقابل ستودنت وهكذا. لو في عندي مثلا أنا في عندي لو كان عندي مثلا كلاس خاص باللوجن هيكون عندي تيست كلاس من نوع لوج وهكذا. هنسهل علي عملية الفهم وعملية المتابعة في التستنج كلاس. التست كلاس وظيفته يعمل ديسكريبشن ل test does and name of the class describe the what is being tested. This makes easier to structure the test project and understand what the results of all tests are when they are running من Visual Studio. عشان اللي بعد يقول running لما نعمل testing ونشوف النتائج نقدر نفهم شو هي الريزلت اللي ظهرت عندي واقدر افسرها وشو وين الاخطاء واقوم بعمليات علاجها. حنلاحظ التالي الكلاس اللي بين ايدينا عشان نعمل تيست كلاس انا بحاجه اتريبيوت الفاكت بالاضافه الرينج والاكت والاسرت، هذه مكونات خاصة. اذا ببدا بالاتريبيوت فاكت وفي داخل البادي الخاص بالميثود بكتب الرينج والاكت والاسرت عشان توضح لي او يكون عندي كلاس خاص بالتستنج. الان الرينج ريفيرز تو سيتنج اب ذا كونديشن فور ذا تيستنج، الرينج هتعمل لي الكونديشنز اللي انا بدي اياها. الاكس اللي حتعمل لي عمليات البرفورمينج للتيست، والاسيرت اللي هي حتعمل لي التالي فيريفاي ذا ريزلت اللي هي هل كانت هي حسب المتوقع او لا. اذا الرينج عباره عن كونديشنز والاكس بتتمم عمليات التستنج، والاسيرت بيعمل عمليه مقارنه ما بين القيم المدخله مقارنه مع الاكسبكتد، يعني مع الـ value الـ expected. هذه مكونات اللي هي الـ class الخاص بـ testing. الـ arcs والـ acts عبارة عن section that those tests are مكتوبة في C sharp، لغة بالC sharp. لكن الـ assert عبارة عن section موجودة وين في الـ unit text. إذا هذه class
كود عادي، لكن الشيء السبيشال اللي احنا اللي بدنا اياه اللي هو الاسيرت، اللي هو عباره عن كومبوننت موجود في الاكس يونت دوت نت، واللي هي which provide a class called assert whose method are used to check the outcome of action is one of the expected value. ونشوف الآن الـ assert class. الـ assert class تحتوي عبارة عن class are static and used to perform different kind of comparison between expected and actual. نشوف مع بعض اللي هي الأسيرت ايش مكوناتها. في عندي الايكوال، في عندي نوت ايكوال، في عندي ترو، وفي عندي فولس، واز تايب، از نوت تايب، واز نال، واز نوت نال، وان رينج، نوت ان رينج، وثرو. هل كل هاي مكوناتها، وفي في في داخلها اللي هي الاكسبكتد والريزلت. بنعمل مقارنه ما بين expected result، اذا كانت انا العلاقه بينهم equal حديني true او false، بناء اذا كانت expected تساوي result. not equal ما بين expected result، اذا كانت القيم مختلفه حديني true، وغير ذلك حديني اللي هي false. حديني اللي هي هل قيمه result true ولا في حاله true، و false في حاله false. is type احنا نعمل checking للtype، مثلا type او مثلا string type numeric type مثلا date. is not type is null، هل القيمة المدخلة null. is not null، هل القيمة المدخلة not null. and range، أنا بدي أحدد إنه result لازم تكون ما بين low range واللو والhigh، و not in range اللي هتكون اللي هي القيم خارج اللو والhigh. throw exception هنعمل throw exception معين. إذا هاي عندي الميثودز اللي افيلبل عندنا في الاسيرت. انا بستخدم الايكوال، نوت ايكوال، ترو، فولس، والى اخره. هذه هي ما يخص الاكس يونت. طيب عشان اعمل رانينج لتست بروجكت هنقول التالي. ران طبعا بطريقه طبيعيه، حابين نقول له run، حديني النتيجة الثالث التالية. في حديني التست فيل، حديني شو هو، في عندي مشكلة، في عندي مشكلة وين. can change product price، في عندي مشكلة في الميثود هذه. إذا القيمة المدخلة اللي تمت للبرنامج في البرايس ليست قيمة ما ليست قيمة مقبولة، بينما التست الآخر عملناه في change product name عبارة عن قيمة ما مقبولة. وبالنهاية بديني summary، في عندي واحد test fail، واحد test pass. نرجع للمثال اللي قبل شوية عشان نفهم. نطلع مع بعض. أنا عندي ال product name، النيم اللي أنا بدي أدخله عبارة عن قيمة test، تمام؟ والنيم الجديد اللي هو أنا new name. بعدين عملنا مقارنة ما بين النيم وما بين النيو نيم. هنلاحظ النيو نيم هنا والنيو نيم هنا، إذا العلاقة ما بينهم ايكوال، إذا هذا التست باس. ليش؟ لأن القيمة المدخلة تساوي القيمة المتوقعة. بينما نتطلع مع بعض على التست، أنا في عندي البرايس 200 والقيمة المتوقعة 100، إذا البرايس لا يساوي البرايس، إذا هذا التست fail، بينما التست اللي قبل شوية pass. إذا باختصار لما أنا أخذنا علاقة equal بدي أقارن قيمة المدخلة مع قيمة المتوقعة ويديني true أو false بناء على التست. في هذه الحالة التست pass، لكن في الحالة هذه التست fail، لأنه 100 لا تساوي 200. وبناء علينا نعمل running زي ما شفنا قبل شوية على الشاشة. هنقول لي التالي، هيقول لي البرايس فيل وبينما البرودكت نيم باس، وبالنهاية بديني سمري للعمليات اللي أنا قمت فيها. طبعا هذا التستنج اللي احنا بنحكي عنه أبسط أنواع التستنج، وشوي شوي هناخد أمثلة أكثر عمومية وأكثر شمولية لتوائم العمل الحقيقي. احنا الآن المثال السابق عبارة عن تستنج بروجكت بطريقة مبسطة بس عشان نسهل عمليات الفهم، لكن كمان شوية هنتعرف على تيستينج أكثر عمقا و
يناسب الحياة العملية ويناسب الإيقاعات الفعلية. الآن بدنا نعمل isolation components for unit test بحيث يتم الفصل بشكل كامل عن product مقارنة مع ال testing case، ونصير ندخل قيم بطريقة أكثر مرونة. الآن هنعمل testing method for classes زي ال product. سهل. Not only the product class is simple but self-contains, which means that when I perform an action product object, I can confident that I am testing functionality provided by the product class. الآن component dependency نحكي عنها. The situation is more complicated with other component in MVC application. There are dependency between them. الآن هنتعرف على testing that I defined will operate on controller. الآن هنشوف نعمل testing بالإضافة إلى الكلاس، هنضيفه مباشرة كمان على controller. Examining the sequence of product object that are passed between controller and view. هنشوف إنه كذلك هصير نعمل مراقبة ونعمل testing للداتا اللي already تعمل provided by ال view، واللي بعديك تنتقل إلى الكنترولر. والآن هننفذ ال testing على مستوى الكنترولر اللي هي already مرتبط مع ال view. لذلك هنستخدم شيء يسمى comparing object instead of custom class. هنعمل class جديد comparing object بدل ما نكتب class عادي. You will need to use XUnit assert equal method that accept an argument that implement موجودة في I equality comparer interface so that the object can compared. My first step is to add a class file name نسميه الآن class نسميه comparer.cs. وهنستخدم في unit test project اللي زي ما هنشوفه مع بعض في listing التالي. هاي عملنا class جديد سميناه comparer. الآن هنشوف محتوياته مختلفة. comparer من نوع static get you fun you you boolean وإلى آخره. هذه هي الصيغة العامة الخاص بال comparer class. وبعدين نكمل مكوناته. في عندي الكمبيرر وفي عندي البوليان وفي عندي has get has code عبارة عن شيء جاهز أو يعني عبارة عن تمبليت ثابتة بستخدمها في الكمبيرر كلاس. الآن هنشوف التالي. These classes will allow me to create I equality comparer object using lambda expression rather than having to define a new class for each type of comparer that I want to make. هنشوف انه هذه طريقة عامة عشان اعمل comparison بطريقة سهلة. This isn't essential but it will simplify the code في unit test and make them easier to read and maintain. الآن نشوف مع بعض كيف بدنا now that I easy make comparison I can illustrate the problem of dependency between component and application. I add a new class سميناه اللي هو home class home controller.test.cs واللي هنتعامل معاه في داخل البرنامج.
نشوف مع بعض كلاس. كذلك هذه صيغة عامة. الآن عندي الفاكت والريج والاكت. الآن void index actionable is comparer، وضفنا var controller new home controller، وهذا الكنترولر سميناه الآن home controller to tests. حيعمل implementation، حيعمل testing للكنترولر يسمى home controller. بدأنا في الصيغة العامة كذلك. الآن الموديل controller.index as result view، ومن ناخذ الداتا ونعرفها من نوع i enable من نوع products، وبعدين نشوف الاسيرت كيف صار شكل. الآن equal simple repository shared repository product model والcomparer get p1 وp2، p1 بيساوي p2 والبرايس 1 بيساوي البرايس 2. اذا هذه عبارة عن صيغة عامة من خلال كلاس بطريقة اسهل لعمل شيء جينيريك للكلاس بشكل كامل. الآن unit test listing check that the index action method passes all object in the repository to the view. نكمل الآن isolating component. The key to isolating component is to use C# interface to separate the controller from repository. I add new class file سمينا iRepository .cs to the method folder and use زي ما احنا هنشوفه الان. هاي مكوناته هاي repository عبارة عن انترفيس وبيتعامل مع النيرابل برودكت من نوع برودكت، والان هنضيف البرودكت عليه. نكمل الان حنحي مكوناته كيف نضيف الداتا عليه. هنشوف عندي public static simple repository ونشوف مكوناته. في عندي الداتا اللي هدخلها للانيشال ايتمز، في عندي النيم برايس نيم برايس نيم برايس، بعدين فور ايتش اضفنا مجموعة الايتمز الى البرودكت، وبعدين اذا في مشكلة يظهر عمليات الايرور. وهنا نشوف بالنهاية اللي هي الامبلمنتيشن خاص بالاد برودكت، الامبلمنتيشن خاص بالاي نيورابل الخاص في البرودكت. الآن بدنا نعمل modification للكنترولر عشان نستقبل الميثودز الخاصة بالريبوزيتوري، ونشوفها مع بعض. public i repository repository من نوع simple repository shared repository، وهذه مكوناتها كما هي. نكمل التعديلات الخاصة بالايسوليشن، وهي عند الكنترولر repository بيساوي new model complete fake repository، وعندي الاسيرت الان صار الى اختلاف. اضفنا اول شيء في الاكت الرينج اللي هي الريبوزيتوري، وفي الاسيرت اضفنا التالي اللي هي assert dot equal controller repository product model comparer get اللي هي الصيغه اللي شفناها قبل شويه. بعد الان احنا حنتعرف على الفيج امبلمنتيشن، هنشوفهم مع بعض. هي عندي الداتا اللي بين ايدينا اللي هندخلها على الكنترولر، ونكمل التعديلات على اللي هي الارينج والاكت واللي هي الاسيرت. بعدين الان نعمل تيستينج للبروجكت، هنلاحظ مع بعض حسب الداتا المعطاه اللي هي الداتا كلها باست اللي هي الكنترولر للميثودز اللي بين ايدينا الكنترول الان باست تيستينج فول نيم باست تيستينج والبرايس كذلك باست لكل التيستينج. الان هنحكي مية الفيك كومبوننت هنحكي عنه المرة الجاية. نوقف لعند هنا.
حسب حضرته الآن.